رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويوجه بصياغة حوافز للاستثمار في هذا المجال. من بغداد جوتيريش يدعو العراقيين إلى العمل على تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب. روسيا تشترط الحفاظ على حقوق منتجيها مقابل تمديد اتفاقية الحبوب، والأمم المتحدة تشكك في وجود محادثات مباشرة بشأن تلك الاتفاقية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور مسؤولي الجهات المعنية. وأكد مدبولي أهمية سرعة التوافق على تفاصيل حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال. هذا وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلي الجهات المعنية لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهي المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال 2 أسبوع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، وذلك من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل. واستعرض وزير الري نتائج الزيارات التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى 6 من دول حوض النيل، وهي السودان وجنوب السودان وكينيا وبوريندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، موضحا أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية في مجال إدارة الموارد المائية وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء في الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى تبعا. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الحكومة بالعاصمة الإدارية، وحول زيارته إلى الدوحة أكد رئيس الوزراء أنه بحث مع المسؤولين القطريين زيادة الاستثمارات القطرية في مصر وكذا شراكة مع القطاع الخاص، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها في هذه الزيارة المهمة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. وبذلك القرار تكون الساعة القانونية في مصر بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية. كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية.
نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بهدف اطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، رحب خلالها بالحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته. كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار. ينعقد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، وذلك في إطار عام الشباب العربي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا الملتقى الذي ينعقد في ظل الاهتمام بالإعلاميين الشباب وإصقال خبراتهم ومهاراتهم، لأنهم هم مستقبل هذه الأمة. دور الإعلام العسكري في الحرب والسلم ممكن أن تحدثنا عنه؟ أولاً، مصطلح الحرب الإعلامية الآن هو واحد من أكثر المصطلحات تكراراً في كل الأدبيات وفي كل وسائل الإعلام. الإعلام الآن لم يعد مجرد أداة من أدوات الحرب، لا، ده بقى هو ساحة للحرب. وشفنا أنه كتير من التنظيمات الإرهابية، ودي نتائج لدراسات علمية أجريت في جامعات عريقة، بتقول أنه كثير من التنظيمات الإرهابية تقوم بعمليات لمجرد الظهور الإعلامي، وعدم تغطية الإعلام لهذه العمليات تعتبر عملية فشل، وبالتالي التأثير على الحالة النفسية والحالة المعنوية وتحقيق رواج إعلامي من خلال هذه العمليات مسألة مهمة للغاية. حضرتك سألتني سؤال مهم فيما يتعلق بدور الإعلام العسكري في السلم وفي الحرب. الحقيقة هو دور مهم جدا، وهو الحفاظ على الروح المعنوية، الحفاظ على وصول المعلومات الحقيقية والموثقة للجمهور في كلتا الحالتين. كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة. وشاهد الوفد عرضا عسكريا أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية. وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة. احنا النهاردة موجودين في الأكاديمية العسكرية المصرية، فخر لكل مصري ان هو يكون متواجد النهاردة فيها. احنا بننفذ ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية نسخة تانية، طبعا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هدفنا ان احنا نخلق جيل جديد من الشباب الإعلاميين يكون صادق، يكون يتحرى الدقة في المعلومة قبل ما يذاعها، يكون عنده روح الوطنية، سواء ولادنا المصريين أو شبابنا العرب. إزاي نرجع القومية العربية بين الشباب عن طريق العلاقات وعن طريق الزملاء أو الشباب الإعلاميين دول. أنا سعيد جدا بتواجدي النهاردة في الأكاديمية العسكرية المصرية، وفخور جدا بتواجدي في هذا الصرح المصري الأصيل. معانا وفد القيادات الشبابية الإعلامية العربية. الزيارة السابقة كانت القيادات الشبابية المصرية، النهاردة القيادات الشبابية الإعلامية العربية بمشاركة العديد من الدول العربية معانا النهاردة. طبعا كان في فعاليات كتير جدا جدا، والولاد اتبسطوا جدا جدا بتواجدهم في مصر اللي هم الاخوه العرب، والمصريين اتبسطوا ان هم بيشاركوا في النسخه الثانيه لهذا الحدث الكبير جدا اللي اثر معاهم واهلهم فعلا ان هم يكونوا قيادات شبابيه على مستوى عالي جدا من التاهيل، بحيث ان هم يتكلموا فعلا عن الوطن بالمصداقيه وبالطرق العلميه الحديثه الاعلاميه اللي ما تخليهمش يتطرقوا لاي شائعات او اي جهات مغرضه او
او اخبار كاذبه او 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 يعني طبعا في البدايه شيء عظيم ان الدوله المصريه تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتتيح الفرصه لقيادات شباب الاعلام في العالم العربي لزياره واحده من اهم قلاع العلوم العسكريه في الوطن العربي وهي الكليه الحربيه، وذلك لتوضيح اليه اعداد طالب ينتمي للقوات المسلحه يدرك المسؤوليه الوطنيه والاجتماعيه ويحمل في وجدانه معالم الوطنيه لحفظ امن واستقرار مصر وايضا ليس مصر فقط ولكن العالم العربي بالعالم اجمع. نحن الان في الاكاديميه العسكريه المصريه وفي ارض الكنانه مصر، حضرنا على هامش ملتقى الشباب العربي الاعلامي هذه الزياره الكريمه، ونحن سعداء جدا بزياره مصر. مصر تعتبر بالنسبه لنا نحن اليمنيين ولجميع الوطن العربي العمود الفقري الذي يحمي جميع الوطن العربي. سعيده جدا اننا معكم وفي هذا الحدث العظيم. أكثر شيء أسعدني اليوم هو العرض العسكري الذي شاهدته وانثلجت صدورنا بذلك صراحة. أحسسنا أننا في أمن وأمان إذا كانت مصر في أمن وأمان. هنيئا لكم بمصر وهنيئا لمصر بكم. شارك وزير الداخلية محمود توفيق في فعاليات اجتماعات الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انطلقت بالعاصمة التونسية لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد وزير الداخلية موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى. بالعاصمة التونسية انطلقت فعاليات اجتماعات الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق الاستقرار في البلدان العربية في ظل المتغيرات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب تكريس الجهود المشتركة وتطوير الخطط الأمنية العربية وفقا لما أكده السيد وزير الداخلية في كلمته في الاجتماع، مؤكدا على موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى. وتؤكد مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة وصون وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول، كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية العربية ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات. وأشار وزير الداخلية في كلمته إلى مخاطر الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر المستخدمة في إذكاء الصراعات بالمنطقة والهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة هذه الأنشطة الإجرامية وكذا مواجهة التهديدات السبرانية في ضوء تنامي استخدام الفضاء الإلكتروني في الأنشطة الإجرامية والإرهابية. قد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمجال الأمن السبراني وصرعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمي، وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وصقل المهارات في هذا المجال الأمني الهام والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها، وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته، فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبي متكامل في تخصص الحماية المدنية، ويسعدها مشاركتها أشقائها العرب في هذا البرنامج وبحث آليات تطويره. كما استعرض السيد وزير الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها استكمال خطتها للارتقاء بحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية من خلال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل البديلة للسجون التقليدية. تستكمل وزارة الداخلية خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية
بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقاً لأعلى المعايير والمقاييس الدولية. وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً، بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين. وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة. واستعرض وزير الداخلية أطر التعاون العربي في كافة مجالات العمل الأمني، بخاصة فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية المتنوعة التي تسهم في صقل مهارات الكوادر الأمنية العربية، مشيرا إلى استضافة مصر العديد من الفعاليات الأمنية والتدريبية العربية. ويعد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب فرصة للاطلاع على التجارب الأمنية العربية وتبادل الخبرات ودعم جهود التنسيق فيما بينها لتحقيق الاستقرار والتنمية في بلداننا العربية. عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعه الثامن بالقاهرة، حيث استعرض مستجدات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة. وتناول رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد الحقائق التي يتناولها الرأي العام العربي والعالم أجمع بشأن التعامل المسيس مع قضايا العالم العربي، كما تطرق لتبادل الخبرات والممارسات العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. واستنكر رئيس البرلمان العربي انتهاكات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المرصد العربي لحقوق الإنسان لن يتهاون في حق الشهداء والمطالبة بحقهم. قصد من هذا المؤتمر هو إيصال المبادرات الإيجابية والتطور في ملف حقوق الإنسان في كافة الدول العربية، وأن احنا يكون هناك صوت حقيقي ومعلومات حقيقية تصل لكل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، سواء الرسمية التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات المعترف بها. الفكرة هي أساسا أنه نحن تكون لدى المرصد العربي مبادرات تقرب وجهات النظر وتوصل الرسالة الواضحة والحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في كل دولة عربية. المرصد العربي لحقوق الإنسان هي آلية جديدة، أوكي، والعالم العربي يستحق هذه الآلية. هي موجودة في أوروبا وفي أمريكا، ولكن عالمنا العربي يفتقد وجود هذا المرصد. والمرصد يسلط الضوء على مشاكل حقوق الإنسان كافة، بما فيها حقوق الطفل والمرأة، حقوق الشعوب في العالم العربي والإسلامي. اليوم مناقشتنا إحنا راح تكون في كيفية التنسيق والتحرك لبناء الشراكات مع المراكز وهيئات حقوق الإنسان في الدول العربية واللجان حقوق الإنسان الموجودة في البرلمانات العربية، وكمان التنسيق لأهم حدث بالنسبة لنا هو المؤتمر الأول للمرصد العربي لحقوق الإنسان اللي راح يكون على مستوى دولي وراح تندعي له المنظمة الدولية والمحلية. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تتواصل على مدار اليوم وغدا بالعاصمة الهندية نيودلهي. يشارك وزير الخارجية في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ورسم الخارطة العالمية للمهارات والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث، وذلك في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة. هذا ومن المقرر أن يشارك شكري على هامش الفعاليات في أعمال حوار رايسينا الذي سيعقد غدا على مدار يومين، حيث سيتحدث في جلسة حوار بعنوان من المتوسط لبحر العرب إقليم من الفرص، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل، كما سيعقد شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس لديه خطط للقاء نظيره الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. وخلال مؤتمر صحفي بطشقند عاصمة أوزبكستان، أوضح بلينكن أنه سيشهد الاجتماعات الجماعية لمجموعة العشرين دون عقد لقاءات منفردة مع نظيريه الصيني والروسي.
كان وزير الخارجية الأمريكي قد بدأ جولة في كازاخستان وأوزبكستان للقاء نظرائه بدول آسيا الوسطى، وذلك قبيل توجهه لنيو دلهي لحضور اجتماعات مجموعة الـ20. تعد مجموعة الـ20 واحدة من أهم التكتلات حول العالم، كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي. مجموعة الـ20 تعد منتدى دوليا يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي. واحدة من أهم التكتلات حول العالم، كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي مثل الاستقرار المالي الدولي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة. إنها مجموعة الـ20 التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي. فالمجموعة التي تأسست في عام 1999 تعد منتدى دوليا يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي وأيضا معالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص. إلا أن العام 2008 كان هو نقطة التحول الرئيسية للمجموعة بعد القمة الافتتاحية الأولى لقادتها بواشنطن، لتحل المنظمة الوليدة محل مجموعة الـ8 في العام التالي من قمة واشنطن باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي للدول الغنية. فاقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة تمثل حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي، و80% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، حوالي نصف مساحة اليابسة. وتزخر طاولة مجموعة الـ20 في اجتماعاتها بعدد من القضايا المهمة أغلبها ذات طابع اقتصادي، فتركيزها دائما ما يكون منصبا على نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008، وكذلك عدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب. كما تركز القمة دائما على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف. أعربت مصر عن خالص التعازي وعميق المواساة لليونان في ضحايا حادث اصطدام قطارين قرب مدينة لاريسا والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. كما تقدمت مصر حكومة وشعبا ببالغ تعازيها لذوي الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وأكدت على تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق في هذا الحادث الأليم. أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامنيليس استقالته من منصبه على خلفية حادث تصادم القطارين والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة حوالي 85 آخرين. هذا وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني الرسمي لمدة 3 أيام في أعقاب الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام قطار ركاب متوجه من أثينا إلى مدينة سالونيكا الشمالية وعلى متنه العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة بآخر خاص بالبضائع قرب مدينة لاريسا وسط البلاد. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب أن تكون موارد العراق المائية مضمونة لأن ندرة المياه تمثل تحديا للحكومة العراقية. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي ببغداد التي يزورها للمرة الأولى منذ 6 سنوات إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق للنهوض بالسلام والتنمية المستدامة، كما دعا العراقيين إلى العمل على تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، مضيفا أن مكافحة الإرهاب أولوية من أجل منع عودة تنظيم داعش.
العمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وأساليب الحكم على جميع المستويات لبناء الثقة، العمل على تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، العمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة، العمل على وقف جميع الجهات التي تعمل خارج سيطرة الدولة، العمل على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، العمل على خفض مستويات البطالة المرتفعة وخلق فرص عمل لائق للشباب، العمل على بناء القدرة على الصمود ضد التغيرات المناخية وندرة المياه التي تهدد الحياة وسبل العيش في قلب الهلال الخصيب حيث ازدهرت الزراعة لآلاف السنين، وفي القلب من كل ما سبق الوحدة الوطنية ومصالح الشعب العراقي. قلل الكريملين من تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية من أن كييف لا تشن هجمات على الأراضي الروسية معتبرا أنها غير دقيقة. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة على أهداف بشبه جزيرة القرم، وقالت الوزارة إن دفاعاتها تصدت للهجوم الأوكراني موضحة أنها تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة وإعطاب 4 طائرات أخرى. وأكدت الدفاع الروسية أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار، وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق من العواقب الوخيمة التي قد تترتب في حال إقدام قوات الأوكرانية على ضرب شبه الجزيرة. قال الجيش الأوكراني إن قوات الروسية تتواصل التقدم على طول جبهة بخموت، وأن الوضع متوتر جدا حول المدينة، وأشار الجيش في وقت سابق إلى أنه قد ينسحب من المدينة. وفي روسيا أفاد الجيش من جهته بأنه أسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنى التحتية المدنية من دون التسبب بأضرار. باخموت، المدينة التي كانت تنبض بالحياة ذات يوم أصبحت مدينة أشباح، تسمع من خلالها فقط أصوات المدافع وأزيز الطائرات. وعلى وقع اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية بالشرق، قطع الروس 3 من الطرق 4 التي تسمح للأوكرانيين بإدخال الإمدادات إلى باخموت، ولم يبقى متاحا سوى الطريق المؤدية إلى الغرب باتجاه شازيف يار التي يحاول الروس التقدم نحوها من الجنوب. أما الجيش الأوكراني فمن جانبه قد أكد أن الوضع متوتر جدا حول بخموت جبهة القتال المشتعلة، حيث تحاول القوات الروسية محاصرة المدينة. وقد دمرت الحرب جزءا كبيرا من مدينة بخموت التي كان عدد سكانها يبلغ 70,000 نسمة، وتسبب القتال بخسائر فادحة في كلا الجانبين. بينما أكدت السلطات الأوكرانية أن حوالي 5,000 مدني بينهم نحو 140 طفلا ما زالوا في المدينة على الرغم من الخطر. وفي تطور لافت أفاد الجيش الروسي بأنه أسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنى التحتية المدنية بأراضيه دون التسبب بأضرار، وتحطمت إحداها في منطقة العاصمة موسكو لأول مرة. ووقع العديد من الحوادث المتعلقة بمسيرات في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية وأحيانا بعيدا جدا عن الجبهة في أوكرانيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها عن حادث مماثل في منطقة العاصمة موسكو. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تمدد اتفاقية البحر الأسود للحبوب إلا إذا تم الحفاظ على حقوق منتجي الأسمدة والمزارعين الروس وضمان نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. كان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو قد صرح أمس بأن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تؤكد أن أي محادثات مباشرة بشأن تمديد محتمل لصفقة الحبوب. وأضاف كانيكو أن هناك حاجة إلى مواصلة البناء على المكاسب والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، كما أن أي تعديل للاتفاقية يحتاج إلى مناقشته والاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية. ومن المقرر أن يحين موعد تجديد اتفاق تصدير الحبوب هذا الشهر، لكن روسيا أشارت إلى أنها مستاءة من بعض جوانب الاتفاق.
أعلن رئيس البرلمان الفنلندي تأييد المجلس بأغلبية ساحقة محاولة البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو. وجاءت الموافقة على معاهدات الحلف وطلب انضمام فنلندا بتأييد 184 عضو في البرلمان المؤلف من 200 عضو. وكانت فنلندا قد تقدمت في مايو الماضي بطلب الانضمام إلى الحلف ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتعين أن يوافق جميع أعضاء الحلف العسكري الغربي على طلبات الانضمام لإتمام إجراءاته. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى تقديم الدعم للمنكوبين من الزلزال في شمال غرب سوريا. الحمد لله على السلامة. قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى أكثر من 45,000، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى أكثر الزلازل في تركيا وسوريا إلى أكثر من 51,000. وأوضحت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها أن نحو 2 مليون شخص فروا من مناطق الزلزال التي تعرضت لأكثر من 11,000 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108,000 شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للمتضررين جراء زلزال شمال غرب سوريا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة إدلب السورية إن على المجتمع الدولي والحكومات بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون من خسارة لا يمكن تصورها ومن الفقر والحرمان بعدما ضاعف الزلزال احتياجات المنطقة التي تعيش أساسا ظروفا إنسانية صعبة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد تفقد عددا من المستشفيات في شمال غربي سوريا، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أممي رفيع إلى تلك المناطق منذ الزلزال المدمر. قال دبلوماسي روسي بارز إن روسيا قد تواصل تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بقواتها النووية حتى بعد أن علقت موسكو مشاركتها في آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة بين البلدين. وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن روسيا أعطت السفارة الأمريكية إشعارا رسميا بشأن تعليق معاهدة نيور ستارت بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار ليصبح قانونا أمس. وأشار ريابكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أجريتا مناقشات سرية حول الأمور المتعلقة بالاتفاق في الأيام الأخيرة، وقال إن موسكو قد تظل منفتحة على مثل هذه التبادلات في المستقبل. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن كبار مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة والصين لم يتحدثوا منذ نوفمبر الماضي. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث آخر مرة مع نظيره الصيني ويفينجي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بكمبوديا في 22 من نوفمبر الماضي.
الضبابية وتراشق اتهامات تعيشها العلاقات الصينية الأمريكية المتوترة. وأكدتها ما كشفته وزارة الدفاع الأمريكية من أن وزيري الدفاع في الولايات المتحدة والصين لويد أوستين وويفينغي لم يتحدثا منذ نوفمبر الماضي، في مؤشر على التوترات المتصاعدة بين أبرز القوى العسكرية في العالم، خصوصا بشأن قضايا تايوان والمنطاد الصيني والأزمة الأوكرانية. انقطاع الاتصالات الدفاعية بين البلدين لأكثر من 3 أشهر يسلط الضوء على مدى تأثر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصا بعد قضية المنطاد الصيني الذي أسقطته واشنطن بعد وصفه بمنطاد تجسس، وهو ما نفته الصين مؤكدة أنه مخصص للأبحاث. كما تصاعدت الخلافات أيضا بشأن قضية تايوان إلى جانب الموضوع الأهم والمقلق للمكتب البيضاوي، وهو اتهام الصين بإمداد روسيا بأسلحة فتاكة لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي تقرير عن القوة العسكرية للصين صدر أواخر نوفمبر الماضي، أشارت واشنطن إلى أن بكين لا تزال عازمة على اكتساب القدرة على غزو تايوان وبناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2027. كما تجمدت جهود استئناف التواصل بين الدولتين العظميين بعدما أجهضها قول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة تبني قوة أكثر فتكا في المحيطين الهندي والهادي كجزء من جهودها للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنويها. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده تعتزم الابتعاد عن الاعتماد أحادي الجانب على القوة الأمريكية الضاربة وتطوير قدراتها العسكرية الخاصة بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وأكد كيشيدا أن طوكيو تهدف لتطوير قدراتها العسكرية لأغراض دفاعية فقط، مشيرا إلى أنه بات ضروريا لحماية مواطنيه من أي هجمات صاروخية في المستقبل. وتعهد كيشيدا بعدم مشاركة اليابان في أي سباق تسلح مع الدول الأخرى، مشددا على أن طوكيو ستمتلك القدرة على تنفيذ هجمات مضادة في أراضي أي عدو محتمل. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زعماء الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد لوقف الهجرة غير الشرعية، وحثت ميلوني على اتخاذ إجراءات ملموسة ومبتكرة بهذا الصدد مع تقديم مدفوعات خاصة عاجلة إلى بلدان المنشأ والعبور. تصريحات ميلوني جاءت بعد إعلان السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تحطم قارب هجرة غير شرعية بالقرب من الساحل الجنوبي وأدى إلى مقتل 67 قتيلا. وأضافت السلطات الإيطالية أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي طفلين آخرين، ليرتفع عدد قتلى القُصر من بين الضحايا إلى 16 طفلا. وترجح إيطاليا أن القارب كان يحمل ما يصل إلى 200 مهاجر، وبسبب ارتفاع أمواج البحر وقع الحادث بالقرب من منتجع استيكاتو دي كورتو على الساحل الشرقي لكالابيريا. نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بمحافظة سوهاج بمشاركة عدد من أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة. وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تم الإعلان عن انتهاء فترات تدريب عدد من شباب المحافظة على عدة حرف صناعية ضمن المبادرة الرئاسية ابدأ حياة، وبدء مرحلة تشغيل خريجين المبادرة بشركات ومصانع القطاع الخاص، حيث شهدت الاحتفالية العروض المقدمة من هذه المصانع للشباب بحوافز متميزة لانطلاق حياة جديدة لخريج المبادرة. احنا بنشارك النهاردة في منتدى المبادرة سعادة الرئيس في مبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل
للشباب المتدربين او الخارجين من المبادره، واحنا مساهمين وتحنا فرص عمل لاكثر من فرصه عمل للشباب المتدربين. احنا كلها في دوره تدريبيه تابعه لمؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الانتاج الحرب ومبادره تبدا حياه، واحنا حصلنا على تدريب في 5 اقسام الخراطه ومنها الحداده واللحام وقسم التبريد والتكييف والالومنتال، وحصلنا على شهاده معتمده من وزاره الانتاج الحرب اقدر اشتغل بها داخل او خارج مصر. واحنا حاليا في مؤتمر لتوظيف الشباب بالتعاون مع القوى العامله، والحمد لله موفر لنا شغل في قطاعات خاصه، واحنا اللي بنختار، واحنا بجد كنا محتاجين الفرص دي. نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اجراء امتحانات تجريبيه لطلاب شهاده الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي، واكد المركز انه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشان، مشددا على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية. نظمت مكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية تحت عنوان نحو أفريقيا بلا حدود، والذي يستمر على مدار يومين، ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية القارة الأفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية من خلال 5 محاور، وهي التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة والبيئة والصحة والاقتصاد والصناعة والتعليم والتدريب. جدا أن أشارك في هذا المؤتمر المهم الذي ينهدمها البيبليوتيكا الإكسندرينا، والعنوان أفريقيا بدون حدود. أعتقد أن في وقت مزيد من التوترات في العالم كله نحتاج يعني مزيد من التحيد بين البلدان، ونعتقد أن اللغة الفرنسية المنتشرة في أفريقيا كلها عامل من عوامل أو التحيد بين الشعوب والبلدان. احنا كلنا على علم بأجندة 2063 اللي هي بتضع خطة متكاملة لتنمية القارة وتوحيدها على مدى 50 سنة. عام 23 اللي هو هذه السنة هي السنة اللي نستطيع فيها أن نجري عملية مراجعة لما تحقق ونتائج هذه الجهود خلال 10 سنوات الأولى. تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي الألماني، وذلك بالتعاون بين جامعة أسوان والسفارة الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي وممثلين عن 4 جامعات ألمانية. هذا ويهدف الأسبوع الثقافي الذي بدأ في 27 من فبراير الماضي استعراض البحوث العلمية المشتركة بين جامعة أسوان وعدد من الجامعات الألمانية، ومحاضرات لخبراء في علم الآثار، وحلقات نقاش حول الطاقة المستجدة والتنوع البيولوجي، وتقريب الثقافات المصرية الألمانية في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني. أود التعبير عن بالغ سعادتي بزيارة محافظة أسوان، فالتعاون بين مصر وألمانيا له تاريخ عميق، وهناك شراكات قوية تجمع بين الشعبين. والعام الماضي احتفلنا بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، ولدينا مساهمات في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها، والغرض من هذه الزيارة هو عرض ما تقدمه ألمانيا لمصر في إطار التعاون، وخاصة في جنوب مصر وهنا في أسوان. وفي إطار هذه الزيارة قمت بزيارة عدد من المشروعات الهامة التي نفذت في إطار التعاون بين مصر وألمانيا، مثل مشروع تمكين المرأة ومشروع الزراعة الخاص بالبرنامج العالمي للغذاء بالتعاون مع الوكالة الألمانية الفنية. قامت محافظ دمياط منال عوض باستلام قافلة تتضمن 100,000 شجرة لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وأشادت محافظ دمياط بما تستهدف هذه المبادرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، وأيضا الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
تم التنسيق مع المراكز والمدن ان يتم زراعه الاشجار دي في مراكز الشباب، في مدارس، في الشوارع اللي محتاجه اشجار. طبعا دي ليها اهداف، المبادره دي ممتازه جدا وليها اهداف كويسه جدا. كان في ناس كتير قوي في المواطنين من فتره بينادوا بان يبقى في اشجار مثمره، وفعلا الاشجار المثمره ديت يعني تم تلبيه رغباتهم، وفي اشجار مثمره النهارده هنتم زراعتها. مبادره كويسه وشجر جميل ومثمر، وبنشكر سياده الرئيس على هذه المبادره الجميله، وشجر بينفع الناس كلها يعني. انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة الدولي للتمور والمنتجات الطبيعية في حديقة الأرمان بالجيزة، حيث يضم المعرض جميع منتجي التمور المصرية والعربية ومعرضا لمنتجي الشتلات والفسائل ومستلزمات الإنتاج ضمن فعاليات المهرجان. ويعد المعرض ملتقى لمنتجي التمور المصرية والعربية ومعرضا لمنتجي الشتلات والفسائل ومستلزمات الإنتاج. بحضور نحو 30 عارضا انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية في دورته الثالثة بحديقة الأرمان بمشاركة دولية وعربية. أكبر هدف للمهرجان إن مصر تبقى أكبر دولة مصدرة. طبعا المهرجان ده والمهرجانات اللي بتحصل في مصر في سيوة والوادي الجديد وأسوان كل هدفها إنها تقول للعالم إن إحنا عندنا تمور أصناف متعددة ما بين الطازجة والجافة والنصف جافة ومصنعات التمور زي الدبس وبودرة التمر وكده، ونشر ثقافة استهلاك التمور طول السنة مش في رمضان. الهدف الرئيسي ترويج لاهميه التمور وترويج لبيع التمور، وكذلك ان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم، ففي اسر كتيره بتحتاج ان هي تقتني انواع مختلفه من التمور العربيه مش قول المصريه بس قبل شهر رمضان باسعار جيده. بالنسبه للمنتجات التمور ما هي قريبه عن البلدين، فالموضوع التمور من المستهدفات الرئيسيه للتصدير في البلدين، وهناك استثمارات سعوديه كبيره في مجال التمور في مصر، وبرضه في تصدير من الجانب السعودي للجانب المصري في مجال التمور، برضو كذلك من الجانب المصري للجانب السعودي في مجال التمور، هناك تكامل بين البلدين في الأسواق. يعد المعرض ملتقى لمنتجي التمور المصرية والعربية ومعرض لمنتجي الشتلات والفسائل ومستلزمات الإنتاج. أول مرة أنا أشارك في مصر، مشاركة كانت مميزة طبعا في عدد كبير من الدول وكده، ونحن جينا بمنتجات سودانية بعطور سودانية وبأشغال يدوية عن السعف باعتباره من مخلفات النخيل. مشاركين بمنتجات ليبية، منتجات التمور، نوري ان فيها انتاج ليبي من جميع انواع من النخيل. مشاركين بحوالي 15 صنف من التمور. نصنع كل انواع الصابون بكافة اشكاله العلاجية وكله مضمون ومجرب 100%. برضو عندنا شامبو بزيت الزيتون، عندنا السايروم، عندنا الكريم زيت الزيتون، عندنا المخمريات وكل حاجة بتتعلق بالطبيعة يعني. ضمن فعاليات تنطلق من الأول إلى السابع من مارس، يستهدف المهرجان تعزيز التبادل التجاري من التمور بين مصر ودول العالم. ومن مهرجان التمور إلى النشرة الاقتصادية. باقة من الأخبار الاقتصادية والمال والأعمال بصحبة مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم محمد وصحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تواصل وزارة التنمية المحلية الدفع بسيارات مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية والتي يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق، وتبلغ نسبة التخفيض من 20 إلى 25% خاصة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات. كما وصلت الوزارة تكثيف المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك. ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل الأسر المصرية، وخاصة من محدودي الدخل ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الراهنة. هذا وتستهدف مبادرة سند الخير المناطق الشعبية والأكثر احتياجا لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجميع المحافظات.
قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بتكريم كوادر قطاع البترول الذين اجتازوا برنامج تطوير الإدارة الوسطي بالتعاون مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. ويعد برنامج تطوير العنصر البشري وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفاءتهم إحدى الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف لتزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. برنامج طموح أطلقناه في 2016 ضمن خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، وطبعا احنا كقطاع بنتعامل مع الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية عندنا البترول والغاز والتعدين، وكمان عندنا الموارد البشرية. الموارد البشرية هو عنصر أساسي في معادلة النجاح. مش ممكن هننجح من غير ما يكون عندنا العنصر البشري مؤهل ومدرب وعنده كل ما يؤهله ان هو يقود ويواجه التحديات. طبعا احنا بنتكلم على مركز اقليمي للطاقة، وبنتكلم على تطوير، وبنتكلم على ثروات كبيرة يتم إدارتها، محتاجة كفاءات ومحتاجة علم ومحتاجة شباب مؤمن بإمكانياته، مؤمن بإمكانيات البلد، وبالتالي كان لازم نطلق هذا البرنامج. احنا كان الاعتماد كله على تطوير ازاي نطور الكفاءات القيادية الخاصة بوزارة البترول. كنا مجموعة من الناس ومن الشباب المختلف من جميع الشركات القطاع، وده ان شاء الله يعني نامل انه يساهم ويساعد في تطوير القطاع وتطوير الشركات اعتمادا على الكفاءات الشابه ان شاء الله. كورسات مكثفه على احدث الوسائل العالميه بحيث ان احنا نواكب العالم من حيث اعداد القاده. تعلمنا حاجات كتير ازاي نعمل استراتيجيك مانجمنت، ودخلنا في تريندنج حاجات لسه داخله جديده، بزنس موديلنج، ديجيتال ماركتنج، على امل ان شاء الله ان احنا يكون لينا دور في المستقبل ان احنا نقدر نعلي البرفورمانس بتاعنا ونقدر نبص روح التيم وورك ما بين الشركات بتاعتنا، وان شاء الله يكون لينا دور في تطوير القطاع في المستقبل ان شاء الله. الحمد لله تم اختيارنا من ضمن 400 واحد من 4000 متقدم من برنامج قاده الشباب المتوسطه لقطاع البترول، والحمد لله ربنا وفقنا يعني ان اطلع من التوب 10 يعني، وده شرف ليا طبعا. معايا زملاء قطار اعزاء يعني هتعلم منهم كتير. الحقيقه البرنامج كان مفيد جدا السنه اللي فاتت كلها، كان كورسات كتيره اخذناها في مجالات مختلفه، وكان حاجه طبعا مثيره للواحد، واتعشم ان شاء الله الواحد يقدر يفيد يعني القطاع والبلد باللي اتعلمه يعني ان شاء الله. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر مارس بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقية 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.93 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مدعومة بالبيانات القوية لقطاع التصنيع الصيني، مما يعزز الأمال في تعافي الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.72% ليصل إلى 84.5 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 79% مسجلة 77.66 دولارا للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.83 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.75% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قال البنك المركزي اللبناني أنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70,000 ليرة على منصته صيرفة ابتداء من 2 مارس. هذا وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ عام 2019. ومنذ بدء الانهيار ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجيا، وبدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان تسعير بضائعها بالدولار تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد الذي صدر الشهر الماضي. وسجل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332% في عام 2022 وفق تقرير للبنك الدولي. وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على منح الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى. ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايدانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى محمد وصحر. شكرا لك ميرنا. دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى فعاليات مبادرة البناء المتعدد. تهدف المبادرة لتطوير وتنمية الحياة السياسية وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي والبناء المتعدد. هي مبادرة كبرى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2023، والتي تتضمن عدة مسارات أبرزها الصحة النفسية والتماسك الأسري والتنمية الاقتصادية والطفل والنشء ومسار العائلة المدرسية وعقد أعضاء التنسيقية. وقد عقد أعضاء التنسيقية اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة محاور المبادرة لتحديد الأولويات ووضع خطط العمل وبحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع. أشادت مجلة الأخنيسيا ديفياجي الإيطالية بأداء مصر السياحي في الآونة الأخيرة رغم وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وقالت المجلة الإيطالية إن مصر كانت الأسرع من بين دول شمال أفريقيا في استعادة حصتها السياحية، وساعدها في ذلك استراتيجيتها الوطنية وخططها الترويجية والجهود المبذولة في أعمال التطوير، مثل ما يحدث مع منتجين سياحيين مهمين وهما دير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة والاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير والاكتشافات الأثرية. هذا وتستهدف مصر زيادة أعداد الوافدين السياحيين من إيطاليا بنسبة 50%. ونتحول الآن إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. وقفة ثالثة وأخيرة مع مرنا إيهاب مرة أخرى، إليك مرنا. شكرا لكم محمد وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17، الأسكندرية 30-16، مطروح 27-13، بورسعيد 29-15، والإسماعيلية 33-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 14، العريش 32-18، طابة 31-16، شرم الشيخ 31-18، والغردقة 32-15. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 13، أسوان 35-16، الوادي الجديد 34-12، شلاتين 29-17، وأخيراً حلايب العظمى 27 درجة والصغرى 15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. ختام نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويواجه بصياغة حوافز للاستثمار في هذا المجال. من بغداد غوتيريش يدعو العراقيين إلى العمل على تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب. روسيا تشترط الحفاظ على حقوق منتجيها مقابل تمديد اتفاقية الحبوب، والأمم المتحدة تشكك في وجود محادثات مباشرة بشأن اتفاقية الحبوب. وبهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر مع يوسف الحسيني. أهلا، ازيك يا صحر؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟